سلام الغزالات ديالي، كيف دايرين؟ لاباس عليكم. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير، واهم شيء دائما هي الصحه ديالكم تكون بخير. دونك كيف ما كتعرفوا عليا دائما، محتوى الديكور، محتوى الجمال، محتوى الصحه، اذا كنقول لكم جهاد بيوتي غبرات عليكم. صراحه مقصره من جهتكم، مي غنحاول انني نعاود نعطيكم من دو جديد. مره نلوح لكم وصفات، نلوح لكم فقره من عند لي ميدسان اللي كنا كنمشيو عندهم، نلوح لكم محتوى لا ديكو اللي تعرفت به جهاد بيوتي واللي كلشي بغاها في لا ديكو ديالها. تلموم الناس ولاو كيقولوا لي عافاك واش قدي تجي تعطينا اراء هنا، عافاك واش قدي تفرشي لينا. كنقول لكم صراحه نقدر نعاون، ماشي مشكل، زعما افيك بليزير. والله العظيم دخلوا عندي غير الواتساب ديالي، اليوم عليكم غير تخليو ليا لي كومونتير ديالكم وانا راه كنجاوب كلشي، لا في لا ديكو، لا في توسكي بوتي، لا في كاع المحتويات اللي انا كنقدم لكم. اي طبيب كيف ما بغى يكون، بغيتو تعرفوا عليه اي معلومه، ما عليكم غير تستشروا معايا او لا تصيفطوا ليا في الخاص وانا نجاوبكم. اذا بالنسبه للناس كيف ما قلت اللي ما تعرفوا جهاد بيوتي، فجهاد بيوتي تعرفت بمحتوى الجمال، محتوى ديكور، محتوى شي حاجه كتلمسيها جديده، شي حاجه اللي كتنفعك. يعني انا شوفوا، انا هي الوحيده اللي واقيله في يوتيوب ما معولاش عليه يعطيني الفلوس. كنقولها لكم دائما البنات، لو كان بغيت انني نخدم عليه راني غنلوح الفيديوهات كل نهار باش يطلع لاباج ديالي او لاشين ديالي. مي انا دائما كنقول لكم، كنبارطاجي معكم شي حويه جات زوينين اللي تعم الفائده للجميع ونبان مره في شحال. اذا كيف ما قلت لكم، اليوم غنقدم لكم الكوزينه بالعيوب ديالها وبالمشاكل اللي طرات لي في الكوزينه مع المعلميه. كيف ما كتعرفوا فانا شريت الكوزينه في الاول ما كانش مصلوحه، ماشي ما كانتش مصلوحه صراحه، ما نكذبوش كانت مصلوحه، ولكن انا داكشي اللي كان فيها ما كانش عاجبني. انا كنت في الاول جيت لقيت العود الخشب، بلاكارات ديال الخشب، جيت لقيت داك الرخام المنقط، داك الرخام اللي كيكون كري ومنقط بحال اللي عندي في داري القديمه، هذاك ما كيعجبنيش نهائيا. لقيت الزليج قديم، لقيت ديزا فيه واحد لا تعقلوا على دوك الزويقات اللي كان كيكون فيهم تاج وداكشي، هذاكشي اللي لقيت في هذه الكوزينه. دونك ونقدر نقول لكم انني فاش يلاه دخلت ليها درت فيها واحد التحسينات وسكنت فيها علين عام ونص، وعاد من بعد اضطريت انني نريبها كامله عاوتاني ونعاودها. دونك هاد الكوزينه ما سهلاش باش تصاوب، لان الا قلتو نقدر نقول لكم فيها لو بلون دو طرافاي كيطلع عندي الشراجم، يعني جاو جوج شراجم في لي بلان دو طرافاي، شرجم الاول في لو بلان دو طرافاي والشرجم الثاني في لو بلان دو طرافاي. صافدوغ كو ما تقديش ديري دي بلاكار، ما تقديش ديري شي حاجه من غير الا ما درتها مورايا كيف ما كتشوفوا. الحمد لله هي كبيره متسعه. دونك انا اليوم غنبارطاجي معكم كيف ما قلت لكم هاد الاغلاط، هاد لي ديفو كامله اللي وقعت لي في هاد الكوزينه. اش داروا معايا مالي نزليج مالي نرخام، غنعطيكم دي زاستوس اللي غتنفعكم. ولكن قبل ما نبداو ما تنسيش اختي انك ديري جيم وديري بارطاج للفيديو ان شاء الله باش تعم الفائده للجميع. وكيف ما قلت لكم دائما مع المحتويات، محتويات اللي هما نقيين، حاولوا دائما تدعموا المحتويات اللي هما نقيين، ماشي كيف ما كنقول لكم المحتويات اللي كيكونوا خايبين وفيهم صداع، هذوك ملي كيدعموهم المغاربه زعما الله يصاوبوا صافي. الوغ بالنسبه نبداو الفيديو ديالنا على بركه الله، ما تنسيش انك ديري جيم كيف ما قلت لك. دونك دابا غنبدا الفيديو معكم، غنقلب الفيديو، غنقلب لاكام وغنبدا معكم. دونك اول حاجه البنات، لا ماشين هنا راه صبنات وحبستها باش نكمل معكم الفيديو. دونك كيف ما كتشوفوا معايا هنا، في الاول بغيت نبارطاجي معكم وننصحكم بواحد الحاجه. يعني انا دابا التجربه ديالي مع لو بلون دو طرافاي اللي مبني ولو بلون دو طرافاي غير اللي محطوط. دابا هذا البنات نورمالمون هاد لو بلون دو طرافاي هذا كيف ما كتشوفوه معايا فهو ما مبنيش. هانتوما انا غنهبط شويه باش يبان لكم، كيف ما كتشوفوه راه ما مبنيش، يعني راه محطوطه. ايه هي جايه من هنا محطوطه على واحد الداله ياك، ومحطوطه هنا عاود على واحد الداله، لي داله غير قوقه كيف ما كتشوفي معايا من هنا ومن هنا. دونك ولكن من هنا هذه مبنيه، هذه فريمون البنات كيف ما اول حاجه واش انا مع فكره الرخامه
ديك الرخامه اللي كتجيو تحطيها يعني ما كتكونش مبنيه. شوفوا البنات دابا انا هادي ما كنقدرش نطلع فوق منها مثلا نهبط ستور ولا شي حاجه امبوسيبل. علاش؟ كنخاف على الرخامه الا تمشي طيح ليا ولا شي حاجه، لان كيف ما قلت لكم تقدر تقسم من الوسط. دونك لهذا انا كنقول لكم دائما بنيو دالات يكونوا رقاق، راه ولاو معلميه اللي كيبنيو دالات كيكونوا رقيوقين. دونك هنا مبنيه، هنا كنطلع كيف ما بغيت، نطلع للشرج نطلع للريدو كيف ما عجبني نقدر نطلع. اول حاجه البنات غنقول لكم حتى الاثمنه. الوغ بالنسبه لهذا الرخام، هذا الجالاكسي كحل، هذا سمحوا لي الجالاكسي نورمالمون كان عندي كان عندي لو شوا ما بين الجالاكسي ولا لابرادور. انا نورمالمون كنت باغا ندير رخام كحل، الثمن ديالو 1250 درهم. 1250 درهم يعني الناس اللي ما كيعرفوش بالدرهم هي 25 ريال المتر. ولكن البنات كان فيه واحد ديفو داروا ليا من الخيمي، يعني من ركب الرخامه ركبها وكل شيء، هانتوما كيف ما كتشوفوا هي طلعت غزاله وكل شيء، ولكن شنو دار ديفو لي دار مني ركب الرخامه ما حكهاش، يعني ما دارش لها لو بوليساج اللي كيدار فوق من الرخامه. لهذا انا كتمحني دابا في المسيح فاش كنبغي مثلا نمسحها وانا كيعجبني داكشي يكون مشقشق يعني يكون نقي، لقيتو ما دارش ليها البوليساج. دونك لهذا انا مضطره انني غنعاود ليها البوليساج. هذه من جهه في بلاصه الرخام. من جهه الثانيه البنات انا غندير لكم دويره خفيفه باش تشوفوا الكوزينه. دونك كيف ما كتشوفي معايا هذا غير رشاط ليا من الكوزينه القديمه اللي كنت دايره، لان النجار باقي ما مكملش ليا الخدمه وحاطه هاد لا كولون هنايا اون اتوندون غادي يتغلف شوفوا، وغادي يخليو ليا فيه واحد المربع خاوي فين نخشي الميكرووند. دونك هذه الكوزينه انا اختاريت هاد الزليج هذا اللي والله الا ما ندمتش عليه صراحه، زوين انا نوريه لكم. دونك كيف ما كتشوفوا معايا هذا هو الزليج مرخم طويل، كل زليجه فيها عليه مترو. دونك اختاريت هاد لو تروك هذا اللي جا الوسط بهاد لينوكس هذا اللي جا من التحت. كاين الناس اللي كيختاروا غير يجي مرخم صافي بلا ما يديروا داك لو تروك الوسطاني حتى هو كيجي زوين. شوفوا الاذواق تحترم، كل واحد يدير داكشي اللي كيعجبو. دونك كيف ما قلت لكم هذه حتى هي كانت عندي خليتها، لان كيف ما قلت لكم عندي جوج شراجم ما يمكنلكش ديري هنا دي بلاكار ولا شي حاجه، لهذا انا احتفظت بها خليتها. هنا سالات الفيديو ديال اليوم، كنتمنى انها تكون نالت الاعجاب ديالك. كنتمنى انني نكون فدتك ولو غير بشويه. غنحاول انني نبارطاجي معكم ان شاء الله الجزء الثاني من تكمل ويكملها ليا النجار. مهم انا عطيتكم لي ديفو اللي وقعوا لي معها، المشاكل اللي وقعوا لي فيها. المعلم صراحه كان معلم واحد، معلم لا انا نقول لكم كان المعلم ديال روبيني يعني بلومبي، وكان المعلم الثاني ديال النجار، والمعلم الثالث هو اللي دار لي الزليج وريب لي وداكشي كامل، وكان تريسيان هو الله يعمر هذا. اللي احتاجيتو شي نمره ما عليكم غير تخليوها لي في الكومونتير وانا نعطيكم جميع المعلومات. اذا كنتمنى ان الفيديو ديال اليوم يكون نال الاعجاب ديالك. ما تنسيش انك ما تبخليش عليا بجام، ونتلاقاو كنضرب لكم موعد ان شاء الله جديد نبارطاجي فيكم نبارطاجي معكم الدخله ديال الدار حتى هي كيفاش رجعتها بلي بلاكار ديالها بلا بورت بلاندين. نقول لكم على لي بورت اولا الابواب التركيه واش هما زوينين ولا لا، والفرق ما بين الابواب التركيه والابواب الايطاليه. فخليكم معايا ان شاء الله في الفيديو القادم من دابا يومين ولا 3 ايام باش نبارطاجي معكم الجديد. السلام عليكم البنات. هنا سالات الفيديو ديال اليوم، كنتمنى انها تكون نالت الاعجاب ديالك. كنتمنى انني نكون فدتك ولو غير بشويه. غنحاول انني نبارطاجي معكم ان شاء الله الجزء الثاني من تكمل ويكملها ليا النجار. مهم انا عطيتكم لي ديفو اللي وقعوا لي معها، المشاكل اللي وقعوا لي فيها. المعلم صراحه كان معلم واحد، معلم لا انا نقول لكم كان المعلم ديال روبيني يعني بلومبي، وكان المعلم الثاني ديال النجار، والمعلم الثالث هو اللي دار لي الزليج وريب لي وداكشي كامل، وكان تريسيان هو الله يعمر هذا. اللي احتاجيتو شي نمره ما عليكم غير تخليوها لي في الكومونتير وانا نعطيكم جميع المعلومات. اذا
كنتمنى ان الفيديو ديال اليوم يكون نال الاعجاب ديالك. ما تنسيش انك ما تبخليش عليا بجام، ونتلاقاو كنضرب لكم موعد ان شاء الله جديد غنبارطاجي معكم الدخله ديال الدار حتى هي كيفاش رجعتها بلي بلاكار ديالها بلا بورت بلاندين. نقول لكم على لي بورت اولا الابواب التركيه واش هما زوينين ولا لا، والفرق ما بين الابواب التركيه والابواب الايطاليه. فخليكم معايا ان شاء الله في الفيديو القادم من دابا يومين ولا 3 ايام باش نبارطاجي معكم الجديد. السلام عليكم البنات.